السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفه جديده. الفيديو بتاعنا النهارده هيبقى مكون من وصفتين اتنين، وصفه على الاكل ووصفه على الميه. زي ما قلت لكم ان شاء الله الفراخ بتاعتنا في عمر التسمين. احنا يا جماعه كل يوم عايزين وصفه ان هي تسمن الفرخ معانا وتخلي الفرخ ما شاء الله يكبر بسرعه معانا. يلا يا جماعه نسيب الله واضغطوا لايك للفيديو. عايزه كل حبايبي اللي بتشوف الفيديو يضغط يا جماعه لايك للفيديو، تمام؟ يلا كده نشوف الفيديو النهارده هيقول ايه وهنعمل الوصفه ازاي. مبدئيا كده يا جماعه قبل ما نخش الفيديو حابه ان انا الفت انتباهكم لحاجه بسيطه جدا. مبدئيا كده يا جماعه حابه ان انا اقول لكم على حاجه بسيطه جدا. زي ما انتم شايفين انا منظفه المكان اهوت، ومن الفيديو اللي فات كنت قلت لكم الفرشه عايزه تتنظف وما رضتش انظفها علشان تشوفوها برده معايا، عشان الناس اللي هي بتقول يا ام شيماء انظف الفرشه كل قد ايه. يا جماعه انا ما اعرفش بصراحه الفرشه بتتنظف كل قد ايه، بس انا كل ما بشوفها مش نظيفه قدامي انا بشيلها وبغيرها. يعني هي مش بكل قد ايه، على حسب كميه الفراخ معاكي. الكميه كتيره طبعا يعني كل فتره بسيطه كده هتحاولي ان انت تغير. عندك كميه بسيطه هتقعد معاكي فتره اطول، ولو انت لقيت الفرشه ناشفه قدامك على طول دايما ابقي حطي ايه فرشه فوق الفرشه. يعني طالما الفرشه تحت نظيفه حط على طول شويه ناشفين فوقها طالما هي ناشفه ونظيفه. عند ما تلاقي الفرشه يعني بدات بقى تبلط معاكي وخلاص مش نظيفه، وممكن عشان ايه يعني ما تعملش ريحه امونيا يا جماعه على الفراخ، حاولي ان انت تنظفها على طول. يعني كل ما تلاقي الفرخه كده الفرشه قصدي كده مش نظيفه حاولي ان انت تشيليه، لان الفرش الفرخ لما بينام على فرشه نظيفه وناشفه الفرخ بيزيد معاكي وما شاء الله بيجهل معاكي بسرعه وبيبقى كويس. ده خلاف الفرخ اللي هو بيبقى نايم على فرشه مش نظيفه. طبعا ريحه الامونيا والجو حر وكتمتهم مع بعض ده بتاثر على الفرخ وبتاثر على عينهم كمان. يعني اهم حاجه النظافه والتهويه معانا، تمام كده؟ فيعني انا حبيت بس اكلمكم في النقطه دهيت عشان تبقوا انتوا عارفين. التهويه يا جماعه ما تكونش مباشره، يمكن في كل فيديو انا بقول لكم حته زي ديت عشان تاخدوا بالكم منها. احنا ان شاء الله يعني على المغرب كده هقوم قايده لهم النواسه. انا مش بقاش قايده لنضميه ولا حاجه، هي نواسه بس بسيطه كده بتدفي لهم المكان بالليل وبيشوفوا فيها ياكلوا، يعني بتنور لهم. مش محتاجه بقى عشان ان انا يعني اجيب لمبه كبيره وتهدر معايا كهرباء، لا هي النواسه دي كفايه قوي. انتوا عارفين المكان انا بربي في البلكونه والمكان يعني ضيق على قدهم كده، يا دوبك بيبقوا حلوين ويبقوا كويسين على قدهم. طبعا يا جماعه بقى انتوا شايفين الفراخ ما شاء الله يمكن الحجم بتاعها يعني بدا ان هو يفرق يوم عن يوم. كان امبارح طبعا يعني اول امبارح كان كنت مصورتكم اول امبارح. امبارح انا ما صورتش لان انا كنت عامله خلطه كنت انا كررتها قبل كده على القناه، فانا ما رضيتش ان انا اطلع واعملها. وقلت لكم برده قبل كده يا جماعه اليوم اللي انا ما اطلعش اصور فيه قرروا الوصفه اللي احنا عملناها اخر مره، قرروا الوصفه اللي احنا عملناها. يعني علشان ما بقاش كل يوم بطلع اعدلكم فيديوهات في الفاضي، الفيديو اللي فيه فكره جديده او فيه وصفه جديده ده اللي انا بطلع اقولها لكم. اليوم اللي انا ما اصورش فيه هو يعني انا مش هخس عليه حاجه لما انا اطلع اصور لكم كل يوم، ده يمكن حتى يبقى احسن لي. انما يعني عشان ما اضيعش وقتكم في الفاضي الوصفه المكرره انا ما بطلعش يا جماعه اعملها، تمام؟ فانتوا حاولوا كده اليوم اللي انا ما اصورش فيه قرروا وصفه من اللي احنا عملناه. بالذات في العمر ده يا جماعه ما تفوتوش يوم الا لما تكون انت عامله وصفه. وانا كنت اديكم كميات وصفات كتير ان انتوا برده تمشوا عليها، ده هتبقى كويسه جدا علشان الناس اللي هي عامله الموضوع ده كمشروع ربنا يكرمها منها برده كلحمه برده وحجم كبير. يعني مهما يكون الفرخ مثلا لما يكون حجمه يكبر معاكي بسرعه ده هيفرق معاكي ويوفر معاكي وقت ويوفر معاكي في العلف كمان، تمام؟ فاحنا النهارده يا جماعه برده جايبين لكم وصفه كويسه جدا هنحطها على الميه. وقلت لكم يعني الوصفه اللي احنا هنحطها على الميه ديت النهارده ده هيعتبر الخميره. يعني هبدا من اول النهارده، انا ما رضيتش احطها امبارح الا ما اعملها معاكم. هبدا النهارده ان انا احط الخميره على الميه. زي ما انتم شايفين اهوت ده يا جماعه كيس، ده كيس. الكيس ده يا جماعه ده ب 20 جنيه، ده نص كيلو. دي بيفضل عندي بقى يعني انا كنت مخلصها لاخر حاجه، يمكن كانت العلفه اللي فاتت كنت انا مخلصاها عليها، لان انا بجيب الكيس دوت بيكفيني يجي كام دوره ورا بعض، لانه بسم الله ما شاء الله تقيل. يعني هو يعتبر نص كيلو او هو في الحدود دي برده كده. دي يا جماعه اوفر واحسن 1000 مره من البكاوي. البكوي يا دوبك بتجيبيه بتحطيه على 2 كيلو علف وخلاص وانتهى. انما دوت هتجيبيه تملي منه برطمان واتنين هيفضل عندك دوره واتنين وتلاته بكميات كبيره. خلي بالكم كمان انا بحط منه يا جماعه للبط عندي، ده بيفرق جدا في مع البط ومع الفراخ، بيخلي البط ما شاء الله يجي بسرعه ويجهل معايا.
طيب دلوقتي انا هحط منه على الميه، بس هما قدامهم ميه اهيت، يمكن انا مش هحط لهم دلوقتي انا ما يخلصوا الميه اللي قدامهم. طيب هنحط قد ايه ده يا جماعه؟ بتحط 2 جرام على رطل ميه. طب ال 2 جرام دول تيجوا قد ايه؟ نص معلقه صغيره كده على رطل ميه، ده هيبقى كويس. عندك السقايه مثلا 2 رطل ولا حاجه، ملو هتحط ملو معلقه صغيره على ال 2 رطل ميه او 3 رطل زي ما انت حاجه. تمام، دي اول وصفه معايا اللي انا هحطها على الميه. بجد يا جماعه فعلا والله العظيم الوصفه بتاعت الخميره دي هتفرق معاكي في الوزن وفي الحجم وفي كله. دي انا مش بحطها على طول، دي يا جماعه انا بحطها مرتين اتنين كده بس في الاسبوع، بس هتفرق معاكي فعلا في الوزن كتير جدا صدقوني، محدش يهمل الخميره. تمام، دي يا جماعه بقى ده الوصفه التانيه معايا اهيت، معايا زنجبيل وكركم ومعايا قرفه كمان. ايه التلات حاجات دول كويسين جدا في الوقت اللي احنا فيه ده يا جماعه؟ ده رفع مناعه، والقرفه طبعا كويسه جدا، يعني التلات حاجات دول ده بيزودوا معايا الوزن وبيعالجوا الفراخ من كل المشاكل التنفسيه والمعويه ورفع مناعه كمان. انا جبت التلاته دولت علشان اعالج كل المشاكل. لو انت عندك الفراخ بتشحر، بصدرين، بتعطس، الكلام ده كله ده بقى يا جماعه بيعالج كل الحاجات ديت. وخلي بالكم كمان الناس اللي هي دايما بتشتكي انا عندي في مشاكل تنفسيه في قلب عند الفراخ، زي مثلا الطشمه والتشحيره واللي في صوت تزييق كده في صدرهم، القرفه دي بتعالج كل الحاجات دي يا جماعه. تمام، وخلي بالكم ان شاء الله برده الفيديو الجاي هعمل لكم وصفه كويسه جدا. فدلوقتي يا جماعه انا هاخد كل المكونات ده، هي هحطها على 2 كيلو علف. وقبل كده برضو قلت لكم يا جماعه ما تزودوش في الاعشاب، الحاجات اللي زي ده ما تزودوش، كفايه قوي نص معلقه من كل نوع، ده هيبقى كويس جدا. تمام، تعالوا بقى ما نحط الفراخ بتاعتنا ده كده يا جماعه، هنحط المكونات بتاعتنا للفراخ وهنبدا نقلب. تعالوا نحط الفراخ كده بتاعتنا ده كده يا جماعه، حطينا العلف والفراخ ما شاء الله بدات ان هي تتلم عليها دلوقتي. وقلت لكم قبل كده في الصيف بالذات ريحوا الفراخ ساعه من الاكل، يعني وقت الظهريه كده شيل الاكل من قدامهم، والاكل يبقى مرفوع على حاجه عاليه زي ما انتم شايفين معايا كده، عشان الناس اللي هي اول مره بتربي. في نقطه بقى مهمه جدا، الناس لما بتيجي الفراخ توصل لعمر شهر وبتكون مثلا يعني لسه حجمها قليل شويه، بقول لكم يا جماعه ما تقلقوش صدقوني، وده عن تجربه. يمكن انا كان عندي الدوره اللي فاتت كانت نفس الشكل كده، وبقيت اقول ده الفراخ ديت هتبقى سرده، لا انت الفراخ عندك جت عمر شهر وحسيت ان هي لسه قليله شويه، اصبروا عليها شويه 10 ايام بالظبط هتلاقي الفرق فعلا وزن، يعني فرق معاكي جامد، هتلاقي الفرق زادت يعني الضعف او اكتر من الضعف كمان. قلت لكم ان الدوره اللي فاتت كان عندي دوره الفراخ كنت جايباها من مصدر ما كنتش ضامناه، وبقيت زعلانه وبقيت اقول ده الدوره ديت مش هتنفع والدوره دي هتبقى حجمها يعني ضعيفه. فوجئت بجد والله يا جماعه، لقيت الاوزان انا عمري ما كنت متخيلها، ما شاء الله الاوزان عدت عندي 3 كيلو ونص، يعني ما شاء الله ادتني اوزان واحجام ما كنتش متخيلها، وبقيت اقول خلاص الفراخ ديت مش هتعدي ال 2 كيلو. لا بس انا بقول لكم اي حد عنده فراخ مثلا لسه في البدايه حجمها لسه قليل شويه ما يقلقش، ويقول لي الفراخ جت عندي سده، الفراخ عندي ما بتكبرش، لا يا جماعه اصبروا شويه. بس اللي انا اقدر اقوله لكم امشوا على الخطوات اللي احنا بنعملها دهية، نظافه وتهويه وخلطات، حقيقة الثلاث حاجات دول هيخلي عندك الفراخ ما شاء الله اوزان وحجم عمرك ما كنت هتحلمي به، او عمرك ما كنت هتعرفي يعني بالادويه كمان هتعرفي تجيبيها. وباذن الله برده يا جماعه ان شاء الله هفضل معاكم لغايه اخر الدوره، وزي الدوره اللي فاتت مش هذبح برده، الا ما انتم ما تقولوا لي احنا ذبحنا، وباذن الله هذبح معاكم، يعني هفضل معاكم لغايه اخر يوم في الدوره، لغايه ما الاوزان بتاعتكم تجيب اوزان كويسه جدا، وتقولوا يا مش هيبقى خلاص احنا ذبحنا الفراخ وعايزين دوره جديده. ان شاء الله يا جماعه هتابع معاكم لغايه اخر الدوره، لغايه برده ما نذبح خالص وانتم تخلصوا، وهبدا اجيب معاكم ان شاء الله دوره جديده. يعني الناس اللي هي جايبه معايا الفراخ ديت جايباها معايا يوم بيوم، ممكن على 20 رمضان كده تقدروا ان انتوا تذبحوا منهم. انا عارفه طبعا الناس اللي هي كانت جايبه كميه خلاص بدات تخلص، علشان طبعا رمضان كل سنه وانتم طيبين، كل يوم محتاج مثلا فراخ حاجات من ديت، يبقى يختلف عن الايام العاديه شويه. فمعظم الناس طبعا زمان ان هي قربت تخلص، فبرضه باذن الله يا جماعه يعني ان شاء الله يعني عند ما نيجي الدوره بتاعتنا تشيل لحمه كويس هنبدا نجيب دوره جديده. بس يعني عرفوني علشان ابدا معاكم الدوره، اكبر عدد هيقول احنا هنجيب وهنربي وهنبدا ان شاء الله هجيب معاكم، حتى لو ان لسه ما خلصتش الدوره ديت
وانتوا طلبتوا مني ان انا اجيب دوره جديده، ان شاء الله هجيبها برده وهربها معاكم من عمر يوم لغايه عمر الذبيح باذن الله بنفس الطريقه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تضغطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.